وأخي
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. بما صبروا ويدرؤون.
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في وما أوتيتم من شيء
قرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا سبحان